قصة يا جماعة، نقولها لهم الحين ولا بعد الفاصل؟ نقول لهم الحين. زين، في قصة واحد كان متعطل جاي من بعيد جاي للرياض، وكانت سيارته خربانة، فكان مع عائلة، مر واحد مع سيارته ما مع أحد، سيارته قديمة شوي هو على قد حاله، فوقف لهذا المتعطل عشان يساعده، فواضح أن السيارة الخربانة كانت بتطول، فقال لها بدخل سيارتي وروح للرياض وأنا بحاول أن أصلح السيارة هنا وبأسبقك الرياض بعد يوم أو يومين. طبعا الكلام هذا كان قبل الجوالات، كان أيام التليفون. ففعلا خذ السيارة وصلحها وجاء بعد 3 أيام للرياض، دق على تليفون هذا الشخص، قابله، الله يبيض وجهك يعطيك العافية ما قصرت، خذ سيارته كل راح في طريقه. صاحب السيارة متعطلة صار يدق على هذا الشخص اللي فزعله كل 3 شهور 4 شهور، يطمن عليه وش أخبارك وش علومك، راحت الدنيا. بعد سنة طولوا عن بعض، اتصل عليه بعد تقريبا سنة ونص، فيوم دق على تليفونه ردت زوجته، يا هلا والله ومسهلا كيف الحال حياكم الله، وين فلان؟ قالت والله فلان الصراحة انه مسجون عليه دين. أفا وين مسجون؟ قالت في السجن الفلاني. قال طيب، راح عند السجن قال يا جماعة الخير هذه 100,000 أبغى سدد فيها دين هذا الرجال ولا تقولوا له من مين. قالوا طيب. مشى واتصل على التليفون بعد شهر، ردت زوجته قال يا بنت حلال فلان ما طلع. قالت والله ما طلع. راح رجع للسجن، جاء عند الجماعة هناك قال يا جماعة الخير أنا أعطيتكم فلوس، أعطيتكم 100,000 عشان الرجال يطلع، وش اللي صار؟ قالوا والله يا طويل العمر 100,000 كانت ما تكفي الدين اللي عليه، فهذا الرجال قسم 100,000 على 10 مساجين وطلعهم، هذا المسجون طلع 10 مساجين. فقال كم دينه؟ عطاهم المبلغ، مبلغ كبير جدا، وسدد كامل دين عن هذا الرجل.